كابتن فريق العربي فهد الشهري، نبارك لكم هذا المستوى وهذه النتيجة وإن كانت بركلات الترجيح على فريق المثالي. أول شيء أقول مبروك فريق العربي، صراحة فريق المثالي كان فريق صعب، الحمد لله بارك فريق الفوز إن شاء الله. توقعت اليوم أنكم تعودون في المباراة في الشوط الثاني وأن تصلوا ركلات الترجيح؟ لا ما توقعت أصل ركلات الترجيح صراحة، يعني العربي فريق كويس والمثالي فريق قوي، بس في النهاية المباراة كانت صعبة صراحة ما توقعناها كذا. الشوط الأول شاهدنا حقيقة ضغط متواصل لفريق المثالي ما أثمر عنا هدف وحيد. الشوط الثاني ما الذي أتى بتغييرات المدرب المستاذ متعب العتيبي واستطاع فريق العربي أن يعود؟ هذه وجهة نظر مدرب صراحة وعرف يقرأ المباراة. طيب مباراتكم القادمة كيف ستكون؟ احنا جاهزين لأي فريق جديد. تبارك مين وتهدي الفوز هذا لمين؟ هذا لكل فريق العربي إن شاء الله. يلا شكرا لك وألف ألف مبروك. الله يبارك. شكرا لك.